بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الخلاصة، دكتور حسين عبد العليم أخصائي البطنة. اليوم نتكلم بقى، نطلع شوية عن طريق الأمراض ونخش في نوع من أنواع الأكلات، الحاجات اللي بتتاكل، وهو زيت جوز الهند MCT Oil. إيه هو زيت جوز الهند؟ وإيه تكوينه؟ وإيه فوائده؟ وإيه موانع استخدامه؟ ده دهون مفيدة ودهون طبيعية تستخرج من ثمرة جوز الهند. بناخدها من ثمرة جوز الهند. ده زيت بنسميه فاتي أسيد، أو يعني دهون طبيعية مفيدة، بيستخرج زي ما قلنا من ثمرة جوز الهند، وبيحتوي على اللوريك أسيد. ده مهم جدا، مفيد. اللوريك أسيد ده موجود في ايه تاني؟ قلنا قبل كده في حليب الأم، مضاد للفطريات، مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات. وعشان يعني كده لو تفتكروا كان في حاجة ظريفة كده أنا شفتها بنفسي عندنا في البلد زمان في الأرياف، كان واحد يحصل أي تلوث في عينه كده أو بتاع، يقول لك إيه، خلي تحليب له في عينه، يعني حليب الام كان يحطوه في العين الطفل كده او اي حد كبير، كان مطهر، لانه فعلا اللوريك اسيد ده مطهر ل او مضاد للفطريات والبكتيريا والفيروسات. اللوريك اسيد. زيت جوز الهند زي ما قلنا زيت خفيف، احنا بناكله بينزل في الامعاء، بيمتص على طول عن طريق الجهاز الليمفاوي ويروح للكبد، الكبد بيحوله لكيتونز يعني طاقه، بيستخدموا المخ، بيستخدموا العضلات، بيستخدموا الجسم كله، ما بيحتاجش، طالما هو بيطلع من الامعاء على الجهاز الليمفاوي، على الجهاز الليمفاوي على الكبد ويحول لكيتونات، معناه مش محتاج انزيمات هضمه، مش محتاج عصاره صفراويه، وبالتالي مفيد جدا في طبعا هو كمضاد اكسده ودوريك اسيد وكابليك اسيد وكابريليك اسيد، هكتب لكم التركيبات بتاعته. من ضمن استخداماته ان هو طبعا لو انتم فاكرين في جلسومه المعده، قلنا انه مفيد جدا في جلسومه المعده، لو خدنا معلقه الصبح ومعلقه بالليل صغيره طبعا خالص، معلقه شاي صغيره كده لمده شهر، مفيد جدا في جلسومه المعده. طبعا هو مفيد ايضا في مقاومه الانسولين، وبالتالي لانه كيتونز الجسم بيتغذى عليه، العضلات، مفيد للناس اللي بتلعب رياضه، الناس بتلعب جيم، مفيد للناس اللي بتجري ماراثون طويل، لانه بيدي طاقة طويلة الأمد، غير السكريات، السكريات بتدي حاجة قصيرة الأمد، بيحتاج تاني نتيجة رفع الأنسولين، وبالتالي هذا الزيت جوز الهند أو الـ MCT Oil بيمنع أو بيقلل من مقاومة الأنسولين، وبالتالي مفيد في المخ ومفيد في الزهايمر، لأنه بيدي كيتونز وبيدي طاقة، بيقلل أعراض الزهايمر، بيقلل نوبات الصرع في المخ، دي بدراسات أثبتت الكلام ده، لأنه بيدي كيتونز. كيتونز يعني حاجات طاقة مغذية بديلة السكر وأفضل من السكر طبعا، وميزته كمان إن هو بيساعد في الصيام المتقطع، لأنه بيدي لونج تايم، يعني هو بيديك فترة طويلة إحساس بالشبع، لكن ما ينفعش ناخده أثناء الصيام المتقطع، ممكن يكسر لك الصيام لأنه فيه سعرات حرارية، وبالتالي لكن هو ما بيسمنش طبعا، ما بيزودش الوزن، بالعكس هو بيقاوم الأنسولين فممكن يقلل الوزن، يساعد في تقليل الوزن ويساعد في حرق الدهون. وفي دراسات بتقول ممكن يثبت الوزن لو انت اخذته بطريقه معينه، لكن الافضل ان احنا ناخد مثلا معلقه واحده في اليوم، معلقه صغيره خالص، معلقه شاي، بعد كده ممكن معلقتين، بعد كده ممكن اربعه، على حسب، ممكن معلقه كبيره الصبح ومعلقه كبيره بالليل بعدين، بس في الاول يفضل ان نبدا بمعلقه، معلقه شاي صغيره كده مره واحده في اليوم. ممكن يعني هو طبعا بيتاثر بحراره، يعني ما يفضلش يتحط في حراره اكتر من 160 درجة مئوية، لأنه بيتفكك وبيعمل دهون تانية مضرة، لكن يفضل يستخدم على البارد. لو هنحطه على الشاي أو القهوة، أو القهوة والشاي بقى مثلا يكون الشاي بارد يعني مغلي وتحط بارد شوية، يكون ما يكونش غالي قوي، يعني ما يكونش مغلي قوي، ويكون درجة حرارته طبيعية، يعني مش درجة حرارة الشاي العادية اللي احنا بنشربه في المج أو بتاع، ما فيش مشكلة، لكن أكتر من 160 يفضل ما يتحطش في درجة حرارية، يفضل يتحط على السلطة، على الجبنة بالتدريج. طب لو خدنا، في ناس لو بدأت به بكمية كبيرة على طول، معلقة كبيرة مرة، ممكن يعمل غثيان، ممكن يعمل مغص، ممكن يعمل إسهال، فالأفضل ما ناخد، أبدأ بمعلقة واحدة صغيرة لفترة كل يوم، وبعد كده أزودهم معلقتين ثلاثة
أربعة على لحد ما الواحد يستحمله ويتقبله يعني. ممكن زي ما قلنا نحط معلقة صغيرة على الشاي، على القهوة، على السلطة نحطه على السلطة، ممكن نحط طبعا السلطة نحطه معلقتين ثلاثة على السلطة لأنه هو شفاف ويعني ما فيش لا طعم ولا رائحة ولا لون ولا بتاع يعني ما فيش، لكن هو لو ما بيتبرد شوية بيتجمد ويعمل زبدة اللي هي زبدة جوز الهند البيضة دي. طيب احنا قلنا فيه اللورك أسيد، فيه الكابريك وكابريك أسيد، والبيتا هيدروكسي بيوتريك أسيد. دي مفيد جدا في ان هو كمضاد أكسدة، مضاد لكلسيوم المعدة، مفيد في الدور في المخ، كيتونز بيغذي المخ، بيقلل نوبات الصرع، بيمنع او بيقلل اعراض الزهايمر، وبيقلل الالتهابات، وبيحسن الدوره الدمويه في المخ. تمام، هو يعني ميديم تشين زيت جوزين ده ميديم تشين يعني فاتي اسيد اللي هي بسلسله الكربون تحته متوسطه من 6 ل 12 ذره كربون كده. فما بايه زيت الزيتون لونج تشين يعني زيت الزيتون في ممكن ما تحطش على النار برضه، يفضل يعني ما تحطش على النار لو هنبقى يعني نعمل حلقه عن زيت الزيتون، لكن معلومه على السريع كده، زيت الزيتون يفضل لو انت بتشتريه يكون مكتوب عليه بكر ممتاز، مكتوب اللي هو اكسترا فيرجن، مكتوب عليه معصور على البارد، يكون عليه عصره اولى ونسبه الحموضه مثلا من 1-10% ل 8-10% ما يزيدش عن كده، ويكون ازازه غامقه عليه عشان ما يتاكسدش بالضوء وما تحطش على النار. يفضل ما تحطش على النار عشان في بيتاكسد في ذره اكسجين ناقصه فبيدخن كده ويعمل برده مشاكل. طبعا زي ما قلنا قبل كده لو عايز تطبخ اطبخ بسمنه بلدي فلاحي احسن، زبده لانها صلبه وما بتتاكسدش. لكن زيت جوز الهند اللي هو موضوع النهارده لو اتحط على النار بدرجه اعلى 160 بيتفكك ويتاكسد ويبقى مش كويس، يفضل ياخده على البارد على السلطه على الجبنه، ياخد معلقه كده على ممكن على كوبايه شاي او قهوه، بس ما يكونش غاليه قوي يعني ما يكونش درجه حرارتها مرتفعه. طيب احنا قلنا برده من ضمن فوائد زيت جوز الهند انه بيقلل الفي ال دي ال، لان هو انت ما بتستهلكه كدهون مفيده يعني، حتى في ناس بتقول عليه دهون ثلاثيه لكن هو دهون ثلاثيه مفيده لزيت جوز الهند، ميديم تشين ومفيد وبيقلل مقاومة الأنسولين وبيحسن المخ، ولأنه كيتونز بيتحول لكيتونز وبيحسن أعراض الصرع، بيقلل نوبات الصرع عند الأطفال وبيقلل أعراض الزهايمر وبيحسن أعراض الزهايمر اللي هو إحنا بنعتبره الزهايمر ده في تقول إن هو السكر النوع الثالث الزهايمر، إن هو أحد أسبابه مقاومة الأنسولين، فالجسم بيفوق والمخ بيفوق ويصحصح بتغذى على كيتونز مش سكريات، وبالتالي بتبقى الدوره الدمويه احسن وبيستفيد جسم جدا الجسم، بتقلل نوبات الصرع، يقلل نوبات الزهايمر، يقلل اعراض الزهايمر كتير. ده في عجاله كده اللي هو زيت جوز الهند احنا ما بناخده، بينزل على طول ما بيحتاجش عصاره صفريه ولا هضم ولا بتاع، لانه بيطلع بيمتص على طول من الامعاء يدخل على الكبد، والكبد بيحوله الكيتونز على طول بيروح على المخ والعضلات ويغذي الجسم. عشان كده الناس اللي بتستخدم اللي بتلعب جيم او بتاع المفروض ياخده قبلها مثلا قبل ما يلعب جيم او ما يلعب تمارين 20 او 30 دقيقه يكون وصل على طول للمخ والعضلات ويغذي العضلات والمخ، لانه ما بيحتاجش عصاره صفراويه ولا بيحتاج انزيمات هضمه، بيوصل على الكبد على طول عن طريق الجهاز الليمفاوي ويتحول لكيتونز. الكيتونات دي هي اللي بتغذي المخ وهي اللي بتغذي العضلات ومفيده جدا. حاجه واحده بس اخيره، ان هو ما ينفعش يتاخد في النوع السكر النوع الاول، يعني يفضل بلاش لان السكر النوع الاول عندهم كيتونز زياده فاحنا مش عايزين نزود لهم الكيتونز، الا اذا كان عامل حميه شديده ومظبط اموره وحالته احسن. فهي طبعا كل ده لازم تتابع مع الطبيب بتاعك المختص تقول له اخده او ما اخدوش، لكن احنا مبدئيا يفضل ما ناخدوش في السكر النوع الاول. السكر النوع الثاني بالعكس هو مفيد جدا وبيقلل مقاومه الانسولين وبيحسن المخ وبيغذي المخ وبيغذي العضلات، ولو هتلعب تمارين يفضل ان احنا ناخده عشان يدينا طاقه. في الصيام المتقطع انا هاخده في الوجبتين اللي انا باخدهم، لكن ما اخدوش بين الوجبات وانا صايم، ما ينفعش لانه ممكن يكسر لي الصيام المتقطع. انا في الصيام المتقطع بعد 12 18 16 ساعه صايم، بس ممكن اشرب ميه قهوه شاي بدون سكر، ما فيش مشكله، ممكن احط عليه شاي اخضر زنجبيل قرنفل بكميات قليله برضو يعني، كله اشربه ولا تسرف. حتى في الحاجه المفيده زي زيت جوز الهند او زيت الزيتون او الحاجات دي برضو كميات بسيطه يا جماعه ما نكترش منها. دي كانت في عجاله سريعه كده
معلومات عن زيت جوز الهند وفوائده، مفيد في جرثومة المعدة زي ما قلنا قبل كده، ملعقة صبح ملعقة بالليل لمدة 15 شهر، مفيد في بيقلل نوبات الصرع، بيقلل بيحسن أعراض الزهايمر، طبعا هو كمحسن مقاومة الأنسولين، هو دهون مفيدة عموما، بيحطها على السلطة، نحطها على الجبنة، نحطها على القهوة، على الشاي، بس ما نحطوش في درجة حرارة أكتر من 160، وقلنا إن هو ميديم تشين، يعني حاجة متوسطة سلسلة الكربون تحته من 6 ل 12 ذرة كربون يستخرج من ثمرة جوز الهند. طبعا هو برضو أنا بنصح به الطلبة اللي بتذاكر ياخدوا زيت جوز الهند، يكون مصدر طبيعي عضوي، معلقة الصبح كل يوم، معلقة صغيرة، وممكن زودها بعد كده معلقتين أو ثلاثة أربعة في خلال أسبوعين ثلاثة، ده بيقوي الذاكرة وبينشط المخ وبيغذي المخ. طبعا مع الحاجات التانية، إن أنا أمارس رياضة، أعمل صيام متقطع، أنام كويس، يعني أبعد عن القلق، عن التوتر، عن الاسترس. دي كانت في عجالة زيت جوز الهند وفوهيده، وإمتى يتاخد وإمتى ما يتاخدش. خلاص، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.